بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، اليوم إن شاء الله رايحين نكمل الجزء الثاني من التشابتر الرابع، واللي بيحكي بشكل رئيسي عن اللي هو الميديا، اللي هي نتويرك ميديا. نتويرك ميديا المقصود بها هو المجال اللي بتنتقل فيه الداتا بين الأجهزة مع بعضها البعض باستخدام وسائل نقل مختلفة. هاي وسائل النقل المختلفة تعتمد على نوعين رئيسيات. النوع الرئيسي الأول اللي هو الواير كونكشن، يعني الوسط الناقل للداتا بين الأجهزة، يكون هو عبارة عن وير سلك. وقلنا في المحاضرات السابقة أنه في عندنا نوعين رئيسيات، في عندنا الكوبر ميديا وفي عندنا أيضا اللي هي الفايبر أوبتكس ميديا. الآن النتويرك يوز الكوبر ميديا لأسباب مختلفة. السبب الأول أنها سعرها غير غالي، والسبب الثاني إنه عملية الانستليشن سهل جدا بين الأجهزة مع بعضها البعض، وأيضا هي تمتلك مقاومة قليلة للإلكتريكال كرنت. لكن بشكل عام عندنا اللي هو السيجنال اللي بتنتقل في الكوبر ميديا هي عبارة عن إلكتريكال باسز، يعني البتات في الفيزيكال لاير تتحول ل electrical pulses. هاي ال electrical pulses هي اللي بتنتقل من جهاز لجهاز عبر الكوبر ميديا أو الوسط النحاسي. الآن عملية الانتقال يجب أن تكون محددة بشروط معينة. أولاً أن يكون طول السلك محدود، ومحدودية طول السلك هي لها مظاهر أخرى بحيث أنه تخف عملية قبول السيجنال أثناء انتقالها. كل ما زاد طول السلك بزيد قبول السيجنال اللي هي الإلكتريكال سيجنال أو البلسز، وبالتالي بتصير ضعيفة، وعملية ضمان وصولها للطرف الآخر بتكون قليلة جداً. وأيضا عمليات التأثير الخارجية زي الانترفيرنس، زي الالكتروماغنتيك انترفيرنس أو الراديو فريكوانسي انترفيرنس، هذولا كل ما زادت المسافة رايح يزيد اللي هو التأثير على السلك اللي قاعد بنقول لنا اللي هو الالكتريكال بلسز اللي بتمثل عندنا الداتا. في عندنا التداخل الترددات الراديوية اللي هي الراديو فريكونسي انترفيرنس، والاي ام اي التداخل الكهرومغناطيسي، هذولا بيأثرن على السلك اللي بتمشي بيه الداتا للالكتريكال بلسز مع السلك المجاور له، يعني بتأثر هذولا بيأثرن على اللي هو تداخل الترددات سواء كانت الراديويه او الكهرومغناطيسيه، بتأثر على السلك المجاور اللي قاعد بنقل داتا من جهاز آخر. الآن حتى إحنا نخفف من مظاهر اللي هي الـ EMI والـ RFI، صار في عندنا اللي هو عملية الشيلدينج. عملية الشيلدينج إنه هو نقوي الأسلاك النحاسية الناقلة للإلكتريكال سيجنالز بغلاف بلاستيكي محيط بالسيليكات. وايضا زي ما احنا رايحين نشوف كمان شوي، في عندنا اللي هو كل زوج من الاسلاك بيكون مشدول مع بعض البعض بحيث يخفف اللي هو التاثير من الزوج الاسلاك الثاني. في عندنا الكروس تولك، هو عباره عن اضطراب ناتج عن المجالات الكهربائية أو المغناطيسية لإشارة موجودة في السلك لا الإشارة اللي موجودة في السلك المجاور.
لاحظوا عندنا هون بالرسمة هاي اللي هي البيور الديجيتال سيجنالز اللي طالعة بداية من السندر. لما يصير في لي عليها عملية الانترفيرنس سواء كانت الـ EMI أو الـ RFI أو الـ كروستول كيك بصير شكلها. هاي الديجيتال سيجنال مع الانترفيرنس نهاية تشكيل تبعها وبتصل للجهاز بالطرف الآخر بشكل السيجنال هاي. إذا صار في عندنا اختلاف ما بين خروج السيجنال وما بين وصولها للطرف الآخر حيث يتم معالجتها في الطرف المستقبل لهاي الداتا. الكوبر ميديا حقيقة في عندنا ثلاث أنواع رئيسية. في عندنا النوع الأول اللي بنسميه Unshielded Twisted Pair اللي هي اختصارها UTP Cable، والنوع الثاني اللي هو Shielded Twisted Pair اللي هي STP Cable، والنوع الثالث اللي هي Coaxial Cable. نيجي لكل واحد منهم بالتفصيل. في عندنا Unshielded Twisted Pair Cable اللي اختصاره UTP، هذا يستخدم بمعظم الشبكات كميديا ناقل للداتا بين الأجهزة اللي بتشكل هاي الشبكة. Transmitted للداتا باستخدام اللي هو RG45 connectors، ورايحين كمان شوي نعرفكم شو RG اختصار لإيش 45 connectors. يستخدم أيضا للتوصيل ما بين الهوست ما بين اللي هي السويتشات، ويتكون زي ما احنا شايفين بالرسم عندنا هون من أربع أزواج من اللي هي الأسلاك، كل زوج للون معين، اللون البرتقالي والأخضر والأزرق والأسود أو الجري. هاي الأزواج اللي هي الكولر كودز ايد ان كيبل اللي هي عملية الترانسميشن لإرسال الداتا. الشيلدد توستد بير، ولاحظوا شو الاختلاف عندنا بالشيلدد توستد بير، انه في عندنا غلاف خارجي اللي هو الجاكيت بنسميه، بعديها اللي هي البريدد اور فويل شيلدد، هذا اللي هو بيكون عبارة عن شبكة نحاسية محيطة بالأربع أزواج. بعد ما نحط كل زوج من هاي الأزواج داخل غلاف بنسميه الفويل شيلز. لاحظ عندنا في عندنا الزوج الأزرق والزوج البرتقالي والأخضر والجري، كل واحد منهم ملفوفات مع بعض الماض وبكون داخل اللي هو الفويل شيل، وبستخدم اللي هو RG45 كونكترز مشان نسوي عملية اللي هي الوصل ما بين السلك وما بين الجهاز اللي قاعد ببث الداتا. الآن اللي هي combines the technique of shielding to counter the EMI والRFI، يعني عملية الزيادة في الشيلدينج اللي موجودة عندنا هون. لاحظوا ظهر عندنا هاي اللي هو الفويل شيلد وانذر فويل شيلد للفور بيرز اوف كوبر، هذولا الزيادة. الزيادة هاي تم استحداثها مشان تصير مقاومة للـ EMI والـ RFI. الآن النوع الثالث اللي هي الـ Coaxial Cable، والـ Coaxial Cable صحيح هو يتألف من كوبر conductor used to transmit the electrical signals، هذا اللي هو عندنا بالرسم هون الكوبر conductor، السلك النحاسي الرئيسي اللي بنقول لنا اللي هو الالكتريكال بلسز او الالكتريكال سيجنال. وهون في عندنا مقطع عرضي بوضح لنا وين بكون موجود هذا الكوبر كونكتر. وايضا في عندنا اذا بتلاحظوا هون في عندنا اللي هي غطاء لين من زي اسفنجي محيط باللي هو الكوبر كاونتر بنسميه البلاستيك انسوليشن، وهذا البلاستيك انسوليشن محيط بالكوبر كوندكتر. في عندنا بعديه مباشره تيجي اللي هي انذر شيلد اللي هي
عبارة عن حافظة نحاسية شبكية، هاي تحيط باللي هي البلاستيك انسليشن، وبعدين بيجي عندنا الاوتر شيلد اللي بيجي خارجي عندنا هون مشان حماية الكوبر شيلد، والكوبر شيلد بيحمي البلاستيك انستليشن، والبلاستيك انستليشن بيحمي اللي هو الكوبر كوندكتر. ولاحظوا عندنا هون الكوأكسل كونكترز، في عندنا ثلاث انواع رئيسيات، في عندنا البي ان سي، وفي عندنا الان تايب، وفي عندنا الاف تايب. هذول كلهم بكون هي عبارة عن ملتصقات او مركبات على نهاية السيليكون بحيث يسمحن بالشبك مع الديفايسز اللي موجودة عندنا على الشبكة. الآن الانشيلدد تويستد بير حقيقة هو يعني حل محل الكوأكسل كيبل، يعني قليل احنا بنستخدمه في هاي الايام. بالوايرلس انستليشن كوأكسل كيبلز اتاتش انتينز تو وايرلس ديفايسز، يعني هن بربطن ما بين الانتينا وما بين الوايرلس ديفايسز، وايضا يستخدمن بالكيبل الكيبلينج للانترنت انستليشن. الكوبر ميديا سيفتي، طبعا لازم يكون في عندنا اجراءات وقائيه تقي اللي هو هاي الاسلاك لما احنا ندخلها ونشبكها مع الاجهزه تبعتنا اللي موجوده على الشبكه مشان تحميها. طبعا الحمايه تتكون من طرفين رئيسيات، حماية من الحريق وحماية من اللي هي التداخلات اللي ممكن تحصل على هاي الأسلاك. إذا في عندنا الثلاث أنواع من الكوبر ميديا، لازم يكون في عندنا اللي هي بنسميها المخاطر اللي هي الهازرز. الهازرز في عندنا اللي هي المخاطر الحريق، او اللي هي الالكتريكال هازرز اللي هي المخاطر الالكترونيه الكهربائيه، وهاي تحدث من انه يكون في عندنا تداخل بين الاسلاك. لذلك لابد من انه يكون عمليه التوصيل يجب ان تكون وصلها بشكل صحيح مع الكونكترز، والكونكترز تكون بالبورتات سواء للسويتشات او الراوترات او للاجهزه العاديه بتكون بالشكل الصحيح. لازم يكون في عندنا اللي هو للاسلاك الكهربائيه اذا كانت قريبه تكون لها جراوندد، يعني متصله بالارض مشان نسوي عمليه تفريغ للشحنات الكهربائيه الزائده. نيجي للخصائص الانشيلدد تويستد بير كيبل. طبعا قلنا زي ما احنا شايفين بالرسمه هي تتكون من اربع ازواج ملفوفه مع بعضها البعض، كل زوج له لون معين، في عندنا البني والاخضر والازرق و الرمادي او البرتقالي. هذولا بكون هن الاربع ازواج داخل شيل بسيط خارجي اللي هو الكوت او الجاكيت. اليو تي بي كيبل doesn't use اللي هي shielding to counter the effect of EMI and RFI، يعني المقاومه بالانشيلد تويستد بير للي هي الاي ام اي والار اف اي بتكون قليله جدا. اليو تي بي كيبل ستاندر، احنا في عندنا اكثر من ستاندر بنستخدمه في عمليه اللي هو توصيل هاي الاسلاك مع بعضها البعض. لاحظوا في عندنا اللي هو الكات 3 كيبل يوزد فور فويس كوميونيكيشن، اللي هو الكات 3 هذا اللي موجود عندنا هون. لاحظوا كل سلكين يكون ملتصقات مع بعضهم البعض داخل الغلاف الخارجي. في عندنا الكات 5 والفايف اي كيبل اللي الانهانسمنت للفايف باي، هذا بنستخدمه للداتا ترانسميشن، والكات 5 بيسوي لنا عمليه نقل الداتا لغايه اقل من 1000 ميجا بت، الانهانسمنت سبورت لغايه اللي هو 1000 ميجا بت بير سكند. الكات 6 كيبل اللي هو يوزد فور داتا ترانسميشن، وهذا سبورت لغايه اقل من 10 جيجا بت، ورايح يصير في له انهانسمنت في المستقبل القريب بحيث انه يعزز النقيق داتا لغايه اللي هو اكثر من 10 جيجا بت، لكن هو يتراوح ما بين 1000 ميجا بت بير سكند الى 10 جيجا بت
بير سكند. هذول الثلاث انواع الرئيسيات للانشيلد تويستد بير، والاستندارات هذول انوضع من خلال اللي هو الاورجنايزيشن تي اي اي والاي اي اي. الكونكترز اللي موجوده بالنهايه الانشيلد تويستد بير اللي هي قلنا رايحين نسولف عنها اللي هي الار جي 45 كونكترز للتي اي اي والاي اي اي 568. في عندنا الار جي 45 كونكتر از دي ميل كومبوننت كرايم ات ذا اند اوف ذا كيبل، بكون موجود في نهايه الكيبل مشان نسوي له عمليه اللي هو ادخاله بالبورت اللي موجود على الديفايسز. التايب اوف الانشيلدد تويستد بير كيبل، لاحظوا في عندنا نوعين، في عندنا اللي هو التي 568 والتي 568 بي. هذول بتكون الاختلاف فيهم في عمليه ترتيب الاسلاك في نهايه الكونكترز. في عندنا الاي بكون في عندنا الزوج الاخضر ومن ثم فرد من البرتقالي ومن ثم الزوج الازرق ومن ثم الفرد البرتقالي ومن ثم الزوج البني. في التوصيل بي كونكترز بكون في عندنا البرتقالي بالبدايه ماخذ واحد واثنين، بعدين الاخضر فرد من الاخضر، بعدين الازرق مزدوج، بعدين الاخضر، بعدين البني مزدوج اللي هو لغايه رقم 8 لانه عباره عن اربع ازواج. وهاي الكيبل تايب لكل واحد منهم والستاندر اللي نستخدمناه في تاسيس هاي التوصيله والابلكيشن لايش نستخدمها كل واحده منهم من هاي التوصيله. في عندنا تيستينج اليو تي بي كيبلز، احنا الباراميترز اللي بنستخدمها في قياس قوة السيجنالز وصول السيجنالز، هل السيجنالز واصلة أو مش واصلة. في عندنا الوير ماب، في عندنا الكيبل لينك أيضا، وفي عندنا السيجنال لوس ديو تو اتينيويشن اللي هي عملية الذبول، وهي تعتمد قلنا على اللي هو طول السلك، كل ما زاد طول السلك بزيد اللي هو الاتينيويشن وبتصل الإشارة بتكون ضعيفة جدا. لذلك في عندنا مقياس بيقيس لنا اللي هي قوة الإشارة في نهاية السلك، والكروستورك اللي هو بتأثر بالإي ام اي واللي هو الاف اي. في عندنا البروبرتيز اوف فايبر اوبتكس كيبلز اللي هو النوع الثاني من الأسلاك اللي هو الفايبر اوبتكس. الفايبر اوبتيك كيبلينج از ناو بينج يوزد ان فور تايبس اوف اندستري، يعني حاليا يستخدم في اربع صناعات رئيسية. في عندنا الانتربرايز نتورك والفايبر تو هوم للاف تي تي اتش اللي حاليا عندنا بالاردن بلشوا يستخدموها شركات الاتصالات بتوصيل خدمه للمنازل من خلال اسلاك الفايبر اوبتكس. وفي عندنا اللونج هاول نتوركس والسبمارين كيبل نتورك. الان خصائصها الرئيسيه اللي هي بتسوي لنا عمليه ارسال داتا على مسافات طويله من السلك، بعكس الكوبر اللي هو قلنا بيعتمد انه بصير اتنيويشن كل ما زاد طول السلك. اثنين بسوي عملية ترانسميشن للسيجنال مع قليل من الاتينيويشن، وأيضا بيكون في عندنا مقاومة كاملة لإشي اسمه الاي ام اي والار اف اي اللي ذكرناها مع الكوبر، لأز تكون المؤثرات رئيسية على جودة السيجنال انتقالها في السلك المحاسي، بينما في الفايبر اوبتكس بتكون هاي غير موجودة. في عندنا يوز تو انتركونكت نتورك ديفايسز بشكل عام، ويستخدم للوصل بين النتورك ديفايسز. بكون هو السلك كذا هو بشكل عام فليكسيبل، لكن اذا كان في عندنا ضي قاسي او بكون في عندنا لاي قاسي بالسلك ممكن يؤدي الى اللي هو كسر الخلايا الزجاجيه اللي مكونه للسلك الداخلي للفايبر اوبتكس، بيؤدي الى عدم وصول الداتا من خلال هاي السلك، وهي هي اكثر شيء بتاثر على الفايبر اوبتكس كيبل. الديزاين للفايبر اوبتكس كيبلز زي ما نحن ملاحظين هون، في عندنا اللي هو الكور هذا بالوسط اللي هو لونه ازرق، هذا اللي بتنتقل به هو عباره عن زجاج بتنتقل به الداتا تبعتنا بين الديفايسز، في بنسميها اللي هي الكور. في عندنا خارج الكور بيجي عندنا اللي هو شيلد بحميه بنسميه الكالدينج، بعدين بعد الكالدينج في عندنا شيء بحمي الكالدينج اسمه البفر، هاي ثاني حمايه. الحمايه الثالثه بنسميها سترينثن ماتيريال، بتكون محيطه بالبفر
وايضا في عندنا حمايه خارجيه اللي هي الجاكيت، هاي معرض قطعي وعمر وهان. في عندنا مقطع طولي وهنا مقطع عرضي بوضح لنا كيف يكون اللي هو الفايبر ميديا كيبل ديزاين. في عندنا نوعين رئيسيات، في عندنا من الفايبر اوبتكس ميديا، في عندنا اللي هو السنجل ميديا، وفي عندنا المالتي مود. السنجل مود يكون في عندنا بس سلك واحد داخل اللي هو الكيبل، بينما بالمالتي مود يكون في عندنا اكثر من سلك داخل الكيبل الزجاجي هذا، وبنتقل الداتا باكثر من اللي هو طريق، يعني تنتقل على طريقين او ثلاث طرق حسب عدد اللي هو المود اللي بيكون موجود عندنا هون. الفايبر اوبتكس كونكترز اللي هي الكونكترات اللي بتكون موجوده في نهايه السلك تبع الفايبر. في عندنا اللي هو طبعا اللايت كان اونلي بي ترافل ان ذا دايركشن اوفر اللي هو الاوبتيكال فايبر، اذا السيجنال اللي تنتقل هي عباره عن اللايت. في عندنا انواع، في عندنا الستريت تيب اس تي كونكترز، وهذا اللي هو ون اوف ذا فيرست كونكترز تايب يوزد، من اوائل الكونكترات اللي تم استخدامها مع الفايبر اوبتكس. في عندنا سبسكرايبر كونكترز اللي الاس سي كونكترز ريفير تو از سكوير اور ستاندرد كونكترز، اللي هو موجود عندنا بالرسم هون. لاحظوا الفرق بين الكونكتر الاولاني اللي هو الاس تي وبين الثاني، في اختلاف من حيث الشكل ومن حيث اللي هي الفاعليه ومن حيث عمليه الربط. في عندنا النوع الثاني اللي هو الثالث اللي هو ال سي اللي هو لوسنت كونكترز، وهذا اللي هو عباره عن سمبل كونكترز، وهذا هو عباره ايضا عن فيرجن خفيفه اللي هي الوصل مع اللي هو الاجهزه اللي مربوطه من خلال اللي هو الفايبر اوبتكس ميديا. وفي عندنا اخيرا اللي هو الدبلكس مالتي مود ال اس سي كونكترز، وهذا سيميلر للال سي لكن بيستخدم اللي هو الدبلكس كونكترز، زي ما احنا لاحظين في عندنا زوج من الكونكترات في نهايه السلك. وهاي ايضا اشكال مختلفه للكونكترات المختلفه في نهايه الاسلاك، طرفين، طرف اللي هو اللي بيكون مشبوك مع المرسل وطرف مع المستقبل للسلك. عمليه الفحص للفايبر كيبلز حتى احنا نفحص انه الداتا واصله من خلال الكيبلز اللي هي الفايبر اوبتكس كيبل، في عندنا الاوبتيكال تايم دومين ريفليكتوميترز اللي هو الاو تي دي ار، كان بي يوز تو تيست ايتش فايبر اوبتيك كيبل سيجمنتس اللي تكون داخله الاشارات او اللي هو اللايت اللي داخل الاسلاك انه واصله وقديش نقيس القوه تبعتها. في عندنا المقارنه بسيطه بين الفايبر والكوبر، في عندنا من حيث الامبلمنتيشن يوز واليو تي بي كيبلينج والفايبر اوبتيك كيبلينج. طبعا التوجه الان حاليا انه الفايبر اوبتيك كيبلينج هو افضل لعده اسباب، من حيث اللي هو الداتا ريت اللي بنقولها، عدم تاثره بالمحيط الخارجي، ثلاثه بوصل على مسافات بعيده، اللي يستخدم الان في عمليه توصيل بين القارات، بيحفروا له تحت بالمحيطات والابحر مشان اللي هو عمليه التوصيل ما بين القارات المختلفه. في عندنا بالنسبه للباندويث سبورتد الديستنت والاميونيتي تو اي ام اي والار اف اي والاميونيتي تو الكتريكال هازرز والميديا اند كونكتر كوست والانستليشن سكيلز ريكويرز والسيفتي بوشنز. في عندنا لاحظوا عندنا فرق كبير وهائل ما بين الفايبر وما بين انشيلد توست بير من حيث اللي هو الباندويث اللي بنسوي له عمليه سبورشن، وقلنا على عمليه الباندويث بتعتمد على مصطلح ثاني بنسميناه التروبوت اللي هو كميه الداتا اللي احنا ممكن نحطها بالسعه الكليه اللي سميناها الباندويث. هاي مقارنه بسيطه بين التو كاينز اوف ميديا. نيجي للنوع الثاني، قلنا في عندنا سلكي ولا سلكي. السلكي ذكرناه بفروعه ثلاثة زائد اللي هو الفايبر اوبتكس. نيجي للبروبرتيز اوف ويرلس ميديا.
هاي هي عبارة عن تستخدم اللي هي الالكتروماجنتيك سيجنال. هاي بتسوي عملية ريبريزنتيشن لإيش؟ للداتا البتات اللي كانت بالفيزيكال لاير اللي احنا بننقلها بالهواء. الآن في عندنا أشياء ضرورية إحنا نناقشها لما إحنا نستخدم الوايرلس كونكشن. أول شيء الكفرج إيريا، عملية الانترفيرنس والسيكوريتي والشيرد ميديا. الكفرج إيريا اللي هي إمكانية تغطية السيجنال لمسافة محددة بحيث إنه تضم عدد أكبر من الأجهزة الموجودة ضمن منطقة التغطية. الانترفيرنس اللي هي عبارة عن التداخل ما بين السيجنالز اللي بتكون موجودة من أجهزة مختلفة بنفس المحيط وبعد بترسل لنا الداتا. طبعاً السيكوريتي هي من الأشياء الرئيسية والضرورية اللي بتشكل هازارد رئيسي على الاتصالات اللاسلكية، وهاي مهمة لأنه سهل جداً الدخول إلى الشبكات اللاسلكية وتقليل من السيكوريتي تبعتها. لذلك لابد من إجراءات وقائية حتى نعزز من السيكوريتي لما نكون إحنا متصل لاسلكياً. والشارد ميديا أن الميديا اللي بتكون موجودة عندنا هي تستخدم من أجهزة مختلفة ضمن المحيط تبعنا، لذلك لابد أنه يكون في عندنا اللي هو عملية تنظيم للديفايسز اللي بتنقل الداتا، وعملية تنظيم اللي هي بالفريكوينسيز اللي بتتم استخدامها من كل جهاز من الأجهزة أو من كل نوع من أنواع الشبكات بالمحيط. في عندنا الأنواع الويرلس ميديا، في عندنا الستاندر IEEE 802 وهذا بيستخدم لنا سيسما كا مشان عملية اللي هي الميديا أكسس الكنترول ميديا أكسس، وبيستخدم أيضا اللي هو الويرلس NIC اللي هي عملية البطاقة الإنترنت اللي بتكون موجودة في الأجهزة تتبع اللي هي سيسما كا في عملية إرسال الداتا تبعتها. في عندنا البلوتوث ستاندر اللي هو IEEE 802.15 وهذا يستخدم الوايرلس بيرسونال اريا نتورك اللي هي الوبام، وهذا ايضا بيستخدم لنا اللي هي الكفرج اريا تبعته تكون واحد لغايه 100 متر في الظروف الايديال المثاليه بتوصل 100 متر، لكن عاده هي بتكون لغايه اكثر شيء 10 متر. الواي ماكس ستاندر اللي هي IEEE 802.16 وهاي اللي هي بتستخدمها بالورد وايد Interoperability for Microwave Access، وأيضا تستخدمها بالWireless Broadband Access اللي هي الاتصال بين الأجهزة المكونة للشبكة. في عندنا زي ما احنا شايفين هون Wireless LAN، هذا اللي هو الهوم and Small Business Wireless Router، وهذا بيكون في عنده Integration لثلاثة Function اللي هي As a Router, Switch, Access Point، and اللي هو بيكون في عندنا بالDevices. الوايرلس لان ريكوير دي فولوينج نتورك ديفايسز، لازم يكون في عندنا وايرلس اكسس بوينت اللي هي الاي بي اختصار تبعها، وهاي بتسوي لنا عمليه اللي هي كنت كاونتر ليس ذا وايرلس سيجنالز فروم يوزرز اند كونكتد تو ذا اكزيستينج كوبر بيس نتورك انفراستراكشر ساتش از الايثرنت. اذا هي بتشبك جميع الاجهزه لاسلكيا وبتوصلها سلكيا مع اقرب اللي هي بيس ستيشن مثل الإيثرنت. والوايرلس NIC adapter اللي provide wireless communication capability to each network host، هاي لازم تكون موجودة في أي host بتصل لاسلكيا مع الشبكة. من كل هون خلصنا الجزء اللي بتكلم عن النتورك ميديا، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله رايحين نسولف عن data link protocols. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.